ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضرب او بطح يخت كوريا. دروسية مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومة. انا ما تعرضتلاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلتلها هي وامها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفه امنا ولا حياه لمن تنادي وفي الاخر هي تصرف على المحل. وانت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحط قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده هم بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيح يعني. هم شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا 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 جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت. فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف وعقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض طلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل رقاصه؟ اشتغل رقاصه عم الشيخ؟ اعوذ بالله يا اخت كوريا. اهزي يعني يا ابو ولاد؟ اعوذ بالله يا اخت. اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي؟ من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ فانا راجل كسار مال وهدومي وفي الاخر احب على راسها جاك يكسر راسها واللي شددوه لك كمان. ايه ده؟ هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في آلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم من لحم الحمير الذبيح. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت بتقوم تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مشرده لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها. فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. الصورة اللي الواد سوكا صورها لك وسلومة بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقة على كل موبايلات المنطقة. وانت مبسوطة كبدكي وصورة خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبلة، ويعني لا مؤاخذة صورة بالمايوه، ده صورة محترمة وانت مهزقة أدخن شنب في المنطقة. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعة قسم زغرفة يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنة في سنة تالتة مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خضر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذة؟ ها؟ عملوا ايه؟ أنا عارفة بقى. يا هيما يا هيما، ما انا قلت لك 100 مرة نشوف لك أي واسطة نغمزها بباكوين، يديك حتة أرض استصلاح في أيها صحرا. ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى. لا يا لهوي في خلاص في انا خطيبك انت هبله.